जब से आया परदेसी रूठी है किस्मत ऐसी तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी क्यों तोड़ा दिल मेरा घर आजा तन रब दा वास्ता मेरी आंखें तकती हैं रास्ता घर आजा तन रब दा वास्ता मेरी आंखें तकती हैं रास्ता عم عذبك معي كتير هاد الشاب عايش بالبيت لحاله صدقيني وزبيدة عم تروح لعنده على البيت كل يوم وتشوفه تعالي انزلي ماما برافو شطورة قدي حسابنا لا ما في مشكلة أنا اللي بدي أدفع شكراً كتير إلك مبشر معروفك ما رح أنساه بحياتي بترجاكي لا تحاكيني هيك هذا واجبي قبل ما أنسى صح هذا الظرف خليه معك ب18 الشهر هاد بتستلمي جواز السفر وإيه إذا ما فيكي تروحي وتستلمي أنت أنا بروح عني لا لا أنا بروح بستلمه طيب ماشي لك تذكرت ما بدي تنسيني لما تروحي توصلي على المسقط لا أكيد قدي طلع حسابنا وصلنا نحن اجينا ستي رح نفوت نغير ثيابنا هلأ ماشي وينكن لهلأ كنا بمدرسة إيمان قلتلك كان عندها اليوم رياضة بالمدرسة وتأخرت حاجة بقى كذب احكي الحقيقة انتي زوجك مسافر وكل يوم عم تروحي وتجي مع زلمة غريب مرت عمي شو هالحكي هاد إيمان فوتي على غرفتك إيمان قلتلك فوتي على غرفتك امبارح انت بعتي معنا ايمان على السوق وما عاد قدرتي تتحملي ورحتي لعنده وشفتيه صح ابني بيتغرب وبيتعب وبيعمل هالشي مشانك ومشان ولادك وانت شو هيك بتكافئي بعد تعبه هيك بتعملي مرت عمي خلص لهون بكفي ما عاد تحكي معي بهي الطريقه رجاءا هالشي مبين على وشك وبعيونك هي الحقيقه بعد ما كانت الناس تضرب امثال ببيتنا والكل بيعرف الادب والاخلاق الموجودين بهالبيت صارت سيرتنا على كل لسان من وراكي عاصم شو هاد؟ انت شو عم تحكي عني؟ الو؟ احسان؟ امي انا بعتت مصاري اسمعني هلا مو وقت المصاري اصلا هي المصاري اللي عم تبعتها لمرتك عملتها بني ادم مريض ورح تخرب حياتها مرت عمي شو اللي عم تقولي لاحسان هلا؟ عاصم احكي مع امك شو هالحكي اللي عم تحكي لاحسان؟ شو؟ شو عم تحكي؟ شو صاير؟ والله خجلانة قلك شو عم بيصير انت بتروح وبتشتغل هنيك ومرتك بتستلم وبتروح بتبعزق المصاري على مشاويرها يلي ما بتخلص مرت عمي رجاء بلا هالحكي سكتي انا ما بدي اسمع صوتك صارت كل الحارة عم تحكي بسيرتها كلهم عم بيقولوا انه هي بعلاقة مع زلمة غريب امي احكي شوي شوي لأفهم عليكي شو عملت زبيدة انا ما عم افهم شي بس احكي على الهدى امي الخط عم يقطع ما عم افهم اي شي اسمعني منيح ابني مرتك زبيدة عم تتعدى الحدود كتير أول شي كانت عم تعبي راسك علينا وهلأ هي عم تخونك مع زلمة غريب هذا الزلمة ابن خالتي نحن ربيانين سوا وأصلاً كنا عايشين سوا شو عم تحكي انتي أحسان أحسان ما في شي من هالحكي وحياتك مو انت قلت اللي جهز الجوازات فوراً أكيد انت ما رح تصدقهم أحسان 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 سمع شو حكيتي يلا الحمد لله انك كنت موجود لما صارت معه هي القصة الحمد لله كان عم يحكي مع اهله على التليفون لما صار معه هيك بس ما بعرف ليش غمي أكيد في شي زعجه بالحكي شو قال عنه الدكتور؟ عم يعملوا له فحوصات لسه ليك ممكن طلب؟ بدي منك أنت تضل معه اليوم أكيد
في حدا خبر عيلته شو صار معه هون؟ ما بتوقع. ماشي أحسن، خلينا ما نخبر حدا هلا لنسأله إله. मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी जब से हो यो परदेसी जलती हो आग के जैसी ليش احسان سكر الخط هيك؟ معقول يكون صدق حماتي بكل شي حكته؟ معقول ما أنا واثق فيني بعد هالعمر؟ غريب، ما كان عندك ثقة بمرتك بعد هالوقت يا أحسان. أحسان هي جزات هالحب الكبير. خلصنا أكل؟ نومي حبيبي خلص أكلاته الطيبين. برافو برافو، أنت خلصت كل الأكل. زبيدة عملت لي حالة بريئة كأنه ما حدا أبدا شافها وما حدا بيعرف هي بشو عم تفكر. شبك ليش ما عم تجاوب؟ عم فكر بالقصة، بلكي رجع إحسان على باكستان ليحكي مع مرته بالشي اللي صار ويتأكد لحاله. أمي ما رح تتحمل وفوراً رح تخبره بكل شي، أنا متأكد منها. كان فينا نحن يلي نتصرف. عاصم معك حق، حماتي كان لازم تفكر قبل ما تحكي، لأنه إذا زلمة عرف هيك قصة عن مرته ما رح يقدر يقعد ويضل ساكت وهو بعيد. أكيد رح يجي يحل المشكلة. وصلت الحوالي؟ ايه الحمد لله وصلت هلأ. بعت لمرته؟ أنا وصلتني حصتي، ما بعرف كيف عم بيبعت لمصاري. ابني قلبه طيب كتير. برأيي ما كان لازم تخبري أخي عن قصة مرته، هلأ رح ينشغل باله. ليش لحتى ما خبره؟ هاي مرته، لازم يكون بيعرف شو عم تعمل بغيابه وشو عم بيصير من ورا ظهره. طيب بلكي رجع وترك كل شيء هنيك واجا لهون يشوفها ويعاقبها مثلا؟ تعرف ما خطر لي هيك شيء، بوقتها كنت متضايقه كثير وما فكرت هيك. هلا اذا اتصل فينا خلينا نخبره انه ما في شيء من الحكي هاد ونحن بنتصرف بهالموضوع اكيد. ايه لازم اعمل هيك مشان ابني يضل منيح وبيته مستور. هلا انت قوم روح على المحل وبعد شوي تعال على البيت، عرس عليا صار قريب، بدي اياك توقف جنبي وتساعدني، فهمت؟ والله فهمت هالحكي، بس بعد العرس بدنا ناخذ قرار نهائي. ما عاد قدران ضل عايش بهالبيت انا. وكله بسبب اللي عملته مرت اخي المحترمة. ايه صح معك حق بهالشي. عن قريب رح تاخذ بيت احسن واكبر من هاد بكتير وبحارة احسن كمان. मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी जब से हो यो परदेसी जलती हो आग के जैसी ما كان بدي غير ثقتك فيني، ما بدي مصاريك كلها، كان لازم تحكي وتسمعني على القليلة. كان لازم تحاول تفهمني لو شوي، بس انت تخليت عني فورا. يا رب يا رب يمرق هالموضوع على خير. برسي هي جاي دي دي كو تيري
से ही जाए मेरी सारी यादें लेकर चल दिया है बादल इल्तिजा है मेरी यारा घर को लौट आए मेरी आंखें तकती है रास्ता تتذكري ست إشارات؟ بنت عمه لبابا رجع زوجها بعد 10 سنين قضت كل هالوقت عم تصبر وما حدا سمع عنا مشكلة حتى هي بنت أصيلة لحتى تحملت هالوقت كل العالم صارت تحكي عن أدبها وأخلاقها وما سمحت لحدا يحكي كلمة غلط صح أنت معك حق هداك الوقت كانت النسوان أحسن بس مرت ابني أنا بس سافر زوجها بعد فترة صغيرة صارت تروح وتجي على كيفها ومع ابن خالتها سكروا على القصة ما بدنا أي حدا من عائلة عريس عليا يحس بشي أبداً خبرتي إحسان شي؟ إيه خبرته بكل شي لما حكى على التليفون إيه؟ ما حكى ولا كلمة معه بس ما عاد رجع اتصل بزبيدة أبداً بعدها الرجال ما بيتحملوا هيك خبر ابني وجع لي قلبي الله يصبره بس بيتحمل على قد ما نيته طيبة وصافية بلكي عم يفكر يطلقها لزبيدة ما بيقدر لأنه بتاخد بنته وهو بيحبها كتير كلنا منعرف قديش بيحبها لزبيدة بجوز يبطل يحبها لزبيدة هلأ خصوصي بعد اللي عملته ما رح يقدر يترك لها محل بقلبه حتى لو تركها ببيته قليلي هلأ شافت ابن خالتها مرة تانية؟ لا لا بهدلتها كتير وقتها وما عاد تسترجي تعيدها وترجع تشوفه بعرف إنه ما رح تسكتي أمي شغل منصور مانو ماشي منيح هالفترة طلبت منه مصاري لأنزل جيب تياب بس ما رد يعطيني قال بما إنه رح تدفعوا للعرس عطوني إلي ما قدرت جيب أواعي حتى لولادي رح أرجع أشوف شو بعمل إيمان روحي قولي لأمك تعملنا شاي ما بدي روح إلا عن جد إنك وقحة وبلا أدب معقول تحكي مع ستك هيك؟ شفتي هالترباية؟ أنا كتير بشكر الله وبحمده إنك كنت موجود معي بهذا اليوم البشع لولاك ما بعرف شو كان صار لو ما أسعفتني كنت متت والحمد لله إنه في دكاترة شاطرين أخلاقهم لهدول الدكاترة كتير عالية وتعاملهم كان كتير منيح معي أخي إحسان لا تحاكيني وكأني غريب رجاء أنا ما عملت أكتر من واجبي معك وما شاء الله صحتك صارت ممتازة خاصة بعد ما طلعت من المشفى تعرف شو؟ رح أقوم أعمل لك صحن شوربة شو رأيك؟ ما في داعي أنا بعملها لك شو هالحكي يا زلمة خلاص رح أعملها السلام عليكم فيني شوف زبيدة؟ زبيدة وانت شو بتقربك زبيدة؟ عفوا ما فهمت قصدي شو سر هالجرأة اللي عندك هي كيف كيف إلك عين تجي وتسأل عن وحدة من زوجة ببيتها انت جنيت شي؟ احكي باحترام اسمع بعد كل هالوقاحة إذا برجع بشوفك هون رح ألعك من الحارة وأعملك عبرة للكل
وما بقى تقدر ترفع وشك هون. شو عم تحكي معي؟ انت مجنون شي؟ هي بنت خالتي وانا بعتبرها اختي كمان. انا ما بهمني قصص العيلة السخيفة تبعكن، نحن ناس محترمين، لهيك هلا يلا نقلع من هون. شو كنتي عم تدعي؟ مشان الله يعينك. والله سمع منك. لا تبكي زبيدة، أنا أجيت ورح أخذكم معي أنتي وإيمان وزياد، ما بدكم تجوا لعندي؟ أحسان، إلك زمان ما اتصلت فيني ولا حتى سألت عني، فكرتك صدقت شو حكوا، إنه أنا كنت عم كذب عليك وروح وإيجي مع واحد غريب أخونك، أنا ما عملت كل هالشي صدقني. زبيدة، أنا مستحيل صدق حدا تاني غيرك أنتي، أنا بس بصدق اللي بتقولي. ما بيهمني شو بيحكي أي حدا بالدنيا، أنا بس أنا ما قدرت أحكي معك بوقتها لأنه مرضت. أنت مرضت؟ ليش ما قلت لي؟ ولا يهمك، تحسنت بس كان لازم جهز ورائك وراء الأولاد، لهيك تعذبت فيهم شوي ومرضت، بس هلأ أنا صارت معك. أنا ما بعرف شو بدي قلك، مرق كل هالوقت وكان صعب كتير علي إنه أتحمله. عاصم وحماتي عذبوني وفوق بهدلوا لمبشر بسببي، عاصم أهانوا كتير لمبشر وبهدلوا كمان رغم إنه بريء، هو كان عم يساعدنا أنا والولاد مشان الجوازات. بس أنا ما بيهمني كل هالشي اللي انحكى، وأنت شيلي كل هالأفكار من راسك وقلبك كمان، أنا رجعت زبيدة. إيمان وزياد وينهن؟ إيمان راحت على المدرسة وزياد عم يلعب مع رفقاته. ما عاد تبكي، شو؟ بدك تاخدها معك؟ نحن هون كلاتنا عم ندير بالنا عليها، هنيك بس تروح على الشغل مين رح يراقبها؟ رح تتركها وقت طويل؟ يراقبها؟ أمي زبيدة مو بحاجة إنه حدا يراقبها، هي لحالها بتحمي بيتي حتى كرامتي. أخي أنت ما بتعرف. بس عاصم، ما بدي أسمع ولا كلمة عن زبيدة بقى، ماشي؟ أنا عن جد مصدوم فيكي أمي، كيف مصدق إنه زبيدة ممكن تعمل هيك؟ لك البشر بتوثق بحيواناتها إذا قعدت ببيوتها كل هذا الوقت، وإنتي حتى ما قدرتي توثقي بزبيدة، كيف قدرتي تفكري بهالطريقة هي؟ مو بس أنا حكيت هالحكي، كل الحارة شافتها، كانت رايحة على بيته وطول الوقت كانوا يطلعوا مع بعض. أمي المخلوقة راحت بس ليساعدها بوراء السفر، هي طلبت من عاصم إنه يساعدهم بالوراء بس هو مو فاضي غير ليبهدلها. أخي والله كنت مشغول بعرس عليا ولهيك ما لحقت. إيه عاصم، مشغول لتلتزم بمرت أخوك بس كنت فاضي لحتى تبهدلها. رح تتسكر هالقصة هون فورا، زبيدة والولاد رح يروحوا معي. زبيدة، زبيدة. إيه جاية.
روحي جهزي حالك، رح نروح لعند مبشر فورا. شو؟ ايه؟ بدنا نشكره على اللي عمله ونعتذر عن الإهانات يلي تحملها منهم. جهزي الأولاد كمان. ماشي. طيب شو مشان أخواتك نبيلة وعليا؟ رح ينقهروا لما يجوا ما يلاقوك هون. وزبيدة؟ شو منشان هالمسكينة؟ شبعت قهر وظلم منكن؟ في حدا منكن كلف خاطره وطيب خاطرها بكلمة؟ زبيدة ليش عم تضبي كل هالشناتي هاي؟ ما في داعي تعبي حالك، بكرة منشتري غراض جديدة من هنيك. لا ما في داعي، مو مضطرين نصرف شي زيادة هنيك. طمني أول شي عن الأولاد، رح نقدر نسجلهم بالمدارس؟ شي أكيد زبيدة، البلد كبيرة، ما في داعي تتوتري أبدا، لا تخافي أنتي. أخي إحسان، أخي إحسان، أخي إحسان، خالتي واعي، تعال بسرعة. يلا شو؟ طمني كيف وضعه صار؟ العظم فيه كسر كبير، لازم نعمل عملية، حتى المريضة ضغطها كتير عالي وهالشي رح يعمل لها مشاكل. بيتحسن وضعه؟ ايه ان شاء الله، الأمل موجود، بس انتو دعوا له. دكتور؟ هالشي رح ياخد وقت؟ ممكن تاخد 6 شهور لسنة تقريباً لحتى تشفى تماماً، وأحياناً بتاخد أكتر من هيك حسب المريض. بتمنى هلأ تعبوا الوراق مشان ندخلها على العمليات. ماشي دكتور، يلا امشي. مع المخلوقة الوحيدة اللي اهتمت فيني منيح. أنا أسفة حبيبتي، أنا كتير غلطت بحقك وزعلتك، بدي منك سامحيني على كل شي. أنا ما رح سامح حالي على اللي عملته. نحنا مو طلبنا أمك؟ أمي مانا هون. ليش؟ فيها شي؟ لا بنوب، بس ستي صحتها تعبانة. نوشي أمي رح أخذك على البيت، مو معقول تعدي هون بهالوضع المكركب هاد. ماشي لكن روحوا على البيت أنتوا، لأنه الأولاد لحالهم، واتصلوا فورا بعليا ونبيلة أول ما توصلوا على البيت. كنت بدي أسألك إذا رح تضل هون ولا لساتك مصر إنه تاخد زبيدة وتسافر؟ أنا وزبيدة رح نضل، المهم أنتوا روحوا وما تضلوا هون هلا. ماشي أخي، لا تشغل بالك أنت، بكرة أنا بروح على المحل وما تفكر بشي، كله رح يكون منيح، رح نروح. يلا نوشي. يلا شو رح يصير هلا؟ كل شي رح يكون منيح إن شاء الله، إن شاء الله. يمكن ما ترجع تتحرك، ما فيها تمشي حتى، كانت صحتها مثل الحديد قبل، فجأة صار بدها تضل بالتخت. هالاختبارات من عند الله، نحن ما فينا نعترض. الله رح يوقف معنا ويساعدنا، فترة ورح تمرق أكيد،
الله يشفيها إن شاء الله يا رب. زياد، أنت بتعرف إنه نحن حنروح على مسقط بالطيارة؟ رح ننبسط وكمان رح نضل مع ماما وبابا على طول. أنت بتعرف شو يعني طيارة؟ طيارة بتكون كتير كبيرة وبتضل تطير بالجو على طول. حتى بابا معه سيارة هنيك ورح يصير ياخدنا مشاوير. ماشي؟ بابا؟ 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 قلي شو قررت هلأ؟ أمي بدها حدا يضل معها كل الوقت. الدكتور قالنا اليوم إنه ممكن تقضي باقي حياتها على كرسي متحرك. نوشي أساساً بتضل تعبانة، غير هيك أمي بتمون على زبيدة أكتر من نوشي بكل شيء، كمان هي بتعرف تدير بالها عليها أكتر. هالمرة زبيدة والولاد رايحين معي أكيد. شو يعني؟ شو مشان أمي هلأ؟ مين اللي رح يضل معها؟ شو؟ انتو كلكم موجودين؟ في انتي، في عليا كمان ونوشي، وإذا احتاج الوضع أكتر من هيك ببعتلكم مصاري تجيبوا ممرضة. يا سلام يا أحسان، رح تجيب خدامة؟ أمك اللي خدمتك عطول هيك بتوفيها؟ عم تحكي علينا قلنا كمان؟ بدك نترك مشاكلنا ببيوتنا ونجي نقعد عندها؟ تعرف قديش الوضع صعب على عليا إنه تجي كرمال بيت حماها؟ عأساس عنا شباب اتنين ما حدا فيهم بده ينتبه لها. انت ليش قاعد وساكت؟ احكي لك شي كلمة. شو بدك يعني احكي؟ شايفين بعينكن كيف وضع نوشي؟ زبيدة مو حابة تحكي شي؟ ماشي، أنا رح دير بالي عليها. أنتوا لا تشغلوا بالكم فيها أبداً. زبيدة، هي مثل أمي، بنبسط إذا قدرت أخدمها. لا تشغلوا بالكم فيها أنتوا. الله اختارني اتحمل هاي المسؤولية أنا، أكيد لأنه بيحبني. ليش هيك خايف أنت؟ كيف بدي أكون مرتاح يا زبيدة؟ تعبت وأنا جاهز للسفر، تأشيرات وأوراق وتذاكر طيران كله راح على الفاضي، كله لأنك اخترتي تضلي. الله هيك مقدر وما بده يعني نكون أنا والولاد معك هلأ. وبعدين ليك وضع أمك كيف صار هالفترة؟ أنا لهيك ما حكيت أي شيء، بس بصراحة أنا عايش وحيد هنيك. بعرف هالشي منيح يا أحسان، وأنا كتير خايفة على صحتك بسبب هالموضوعات، ما عم كون مرتاحة. ما كان لازم تردي على نبيلة شو ما حكت، في ألف حل غير هيك، وإذا بدهم فيهم يجيبوا أي حدا يضل عند أمي ويساعدها. كمان في نوشي هون، هي مو بس حماتها، هي خالتها كمان.
كان لازم تفكري منيح قبل ما تحكي أي شيء. بعد كل هالعمر حماتي صارت بتهمني مثل أمي، ولازم انتبه لها. الواحد من قلبه بيحب إنه يدير باله على أهله. زبيدة أنت ملاك ولا شو؟ حماتي رح تتحسن أكيد، ووقتها رح نجي أنا والولاد لعندك. القصة بدها شوية وقت. بابا بابا بابا، إمتى رح نقعد أنا وزياد بالطيارة فوق بالسماء؟ إيمان حبيبتي، ستك معنا منيحة هالفترة، وهي هلأ بالمشفى. إيه؟ يعني رح نروح لما ستك ترجع تتحسن. بابا وقتها بيكون ناطرنا هنيك. لا بابا، قول لماما ما بدي، أنا ما بدي ضل هون معا، بدي روح معك أنا وزياد. ما في حدا بيحبنا بهالبيت. إيمان، مو هيك منحكي نحنا. انتي أسوأ أم بشوفها بالعالم كله، انتي وحدة كذابة. أنا بكره هيك. إيمان بعمرها ما تصرفت هيك قبل هالمرة. بس لا تاكليها، من لساتها صغيرة بترجع بتتحسن. أنا انصدمت مثلك، ما عم أفهم ليش هي أكتر وحدة تأثرت. بعرف إنه شغل المطبخ بعمره ما رح يخلص. على طول بيضل في شغل هون بالبيت، ما بقدر أقعد وأرتاح أبداً، بدي ضل عم بشتغل طول الوقت. أنا عملت شوية رز لخالتي ورح أخذهن على المشفى. بسيطة، هي كم يوم وبتصح وبترجع على البيت، وقتها أمي والشغل بيصيروا مسؤولية زبيدة لحالها. بصراحة اللي شايفه إنه وقعت أمي هي حلت كل مشاكلنا. أول شي زبيدة ما رح تقدر تسافر، تاني شي رجعت كل الأمور تمشي مثل قبل بهالبيت. ايه صح، الحمد لله. لولا يلي صار أنا ما فيني أتحمل هالمسؤولية. ايه منيح زبيدة هون وانت منيحة. ليك عاصم، لازم تفكر مشان البيت. هلأ عائلتنا عم تكبر والبيت ما عاد يوسعنا، بيصير صغير علينا. لك انت سمعتني شو عم قول؟ ايه حبيبتي سامعك منيح، لا تاكلي هم، رح لاقي الحل. أنا رح أسافر بكرة أمي، لازم تديري بالك على حالك بعد ما أروح. ليش خايف علي كتير؟ أنا عندي زبيدة معي، كنت خايفة هي تتركني، ما كنت رح أعيش كتير. كنت عم فكر لما كنا قاعدين بالمشفى إنه ما فيني أوثق ببنت أختي. ما تقولي هيك مرت عمي، أنا كتير مقصرة معك. قديش كنت حماية سيئة وظلمتك، وأنتي الوحيدة اللي اهتميتي فيني منيح. أنا آسفة حبيبتي، أنا كتير غلطت بحقك وزعلتك، بدي منك سامحيني على كل شي. أنا ما رح سامح حالي على اللي عملته. أنا بشكر ربي إنك كنتي وإنك ضليتي جنبي. لا مرت عمي، رجاء لا تحكي هيك. الأم ما بتشكر أولادها أبدا ولا بتعتذر منهم حتى، هي بس بتعلمهم يتصرفوا. مو كل الأولاد بحاجة إنهم نعلمهم،
ومو كل الأولاد رح يسمعوا شو حابين نعلمهم. الله يحميك، أنا ما شفت بنت مثلك أنتي. الله يبعد عنك كل شر. أنا بعرف زبيدة، ما بدها غير أنتي تضلي عم تدعي لها، هاد كل شي. من قلبي عم بدعي لكم أنتو الاثنين، الله يبعث لكم الولد اللي يكون خير عليكم وما يعذبكم بحياتكم وتشوفوا بخير. أهم شي هلأ ما تهملي دواكي أبداً ولا حتى تعليمات الدكتور، وطلعت المشفى مسؤولية عاصم. منيح اللي حكيته وفهمته، لولا هيك يمكن بيضل مشغول بمرته كل اليوم وبينساني. قلت له لا تاكلي هم، ما تخافي انتي. صار الموعد، كلي الشوربة هلا وبعدين رح غير لك حرامات التخت. يلا. يسلم ايديكي بنتي، عذبتك معي، ما رح انسى هالشي. فيني طعميكي؟ لا، زبيدة رح طعميني الشوربة. وين أمك؟ نحن مو طلبنا أمك؟ أمي مانا هون. ليش؟ فيها شي؟ لا بنوب، بس ستي صحتها تعبانة. حتى لو ستك تعبانة بس أمك منيحة، لازم تجي، لازم تحضر الاجتماع. بس هي ما إجت وحضرت، هالشي ما بصير. أنا كتبت ملاحظة على دفتر زياد وما حكيت. شو كل هالإهمال هاد؟ أمك ما عندها وقت لأولادها أبداً يعني؟ ما عندها وقت لحالها، كيف رح يكون عندها وقت لأولادها؟ على كل حال أنا هون، فيك تقليلي لإلي شو وضع زياد؟ أخوكي ضرب ولد مرة تانية اليوم بالصف، أول شي سرق له الأكل، ولما راح الولد واشتكى للأنسة إجا زياد وضربه فوراً، ومن جديد صاير قليل أدب مع المدرسين. ماشي، إذا خلصتي فيني روح؟ إذا ضل وضعه هيك رح ينفصل من المدرسة، لازم تخبري أمك هالحكي، أكيد لازم تعرف شو وضع ابنها. ماشي، إذا هي مشغولة وما فيها تجي خلي أبوك يجي لهون، بحل المشكلة على الأقل. أنا ما بعرف بابا وينه. شو يعني هو مو عايش معكم؟ عايش بس ما بعرف وينه. أنا رح حل هاي المشكلة. هلأ تأخرت، صار فيني روح؟ ولاد غريبين، أول أهل ما بيسألوا. تأخرت كتير، وينك لهلأ؟ وأخوكي وينه؟ شو قصدك لسه ما إجا؟ لا ما إجا. يلا يا أولاد اطلعوا على السيارة. هلأ صار دوري. لا دوري مساك. بس هي مقلي. هي إلك. زياد شو عم تعمل انت؟ اختي روحي وانا بلحقك. يلا زياد قوم، السيارة ناطرتنا برا، قوم. اختي عم قلك روحي. زياد انت شلت ورقة شي؟ لا لا ما شلتها. لك شلتها انا شفتها. عم قلك ما شلتها. ليش عم قلك؟ خلص روح زياد، ما بصير. خلص روح زياد، روح زياد. شو عم بصير معك؟ ليش بتضل تعمل مشاكل بالمدرسة؟ لا تعملي حالك امي. امك مو فارق معها اصلا. اسمعني منيح، اذا ضل وضعك هيك رح يفصلوك من المدرسه عن قريب. ايه بيكون احسن، انا ما بطيق اجي على المدرسه. شو بدك تعمل لكان لما تكبر؟ فهمني. عادي، بدبر راسي، فيني صير ساحر، بعمل عروض سحر للعالم كله. انت مجنون شي؟ تعال اخدك لعند ماما، هي بتحاسبك. إيمان
حدا تحمل يشوفها ربع ساعة وهي تعبانة. كانت مسؤولية أمي وبس. جايين تاخدوا كل شيء؟ تعالي لحضن أبوكي إيمان. شبك؟ خير؟ شبك انصدمتي لما شفتي؟ جب سے ہو یا پردیسی روٹھی ہے قسمت ایسی جب سے ہو یا پردیسی روٹھی ہے قسمت ایسی تیرے ساتھ جڑی ہر سانس میری کیوں توڑا دل میرا گھر آ جا تن رب دا واسطہ میری آنکھیں تکتی ہیں راستہ